صح، التأكيد إصابة 1482 حالة جديدة وتسجيل 201 حالة شفاء، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة فيروس كورونا مستجد كوفيد 19، ليصبح إجمالي عدد الحالات 420796 حالة. طالع والله حالة، تعال هنشوف إجمالي حالات من أجنحة 38، إجمالي حالات في العناية المركزة بس 9. بس الصراحة الرقم هذا، الرقم هذا شفتوه متوقع جدا. كل سنة نتفاجأ في ديسمبر، نستغرب بديسمبر والله العالم قاعد تزيد فيه الكورونا، والمطار شغال بس العالم قاعد تزيد فيه الكورونا، وإحنا ما عندنا كورونا حالات كثيرة في ديسمبر. فيعني يمكن نظن، يبدو كنا نعتقد، نتفاجأ في يناير إن النسب زادت. يلا احنا الانفال 2023 بس ما نتفاجأ، وننتبه على ديسمبر 2022. هذه السوالف في الكورونا والأوبئة وهالأمور تكون أمواج أمواج. زين، في ديسمبر انت شايف انها صايرة كذي 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 كذي، خلاص اكيد في يناير وبا يلا معليه.